هو انت مين وايه حكايتك ومتلتم ليه؟ انا مش خايفه منك على فكره. عارف ليه؟ عينيك طيبه تطمن، ما تخوفش. طب انت عارف ليه العين عليها حارس؟ عشان يخليها ما تكذبش. العين دي اكتر حاجه واصله للبني ادم من جوه، انما اللسان لا، اللسان معلهوش حارس، عشان كده ممكن يكتب. والله العظيم زي ما بقول لك كده، ستي فاطمه هي اللي كانت قايله لي. انت مش وحش، مش انت فتوت الغلابه؟ سمعت عنك اليومين اللي فاتوا. طب تعرف اني كنت عارفه اني هقابلك؟ ورحمه ستي فاطمه، الوضع قال كده، فارس على حصان هيجي يلحقك. هو انت هتروحني امتى؟